ثم استقام اللهم انصر المجاهدين وانصرهم نصرا عزيزا انهم فتية يجاهدون في سبيلك فمنهم من قضى نهجه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الذين يقاتلون في سبيلك صفا كأنهم بنيان مرصوص اللهم انصر المجاهدين إنهم الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاتك والذين يبلغون رسالتك والذين لا معبود لهم سواك اللهم انصر المجاهدين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا فاغفر لهم وافتح لهم فتحا يسيرا الرحمن الرحيم اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيم